انا من الساكنه ديال دوار البويرات خويا. حنا المشكل اللي عندنا هو جاو عندنا السونوطاج قال لك اودي ولينا محسوبين بني عشوائي. قال لك اودي غادي تعطيونا 10 المليون ونعطيكم بقعه او لابارتمان فيها 50 متر او اقل. حنا عندنا 220 متر يمكنش لينا خويا. حنا عندنا 220 متر وشاري الارض وبانين وتقريبا طالع لنا بواحد 55 مليون باش بنينا ابار باش شرينا الارض وما كاينش تعويض. فهمتي؟ التعويض اللي عندنا هو خصنا نعطيو حنا 10 المليون وتعطيونا بارتمان. يعني ماشي لوجيك. حنا دابا ماشي ضد القانون. حنا مع القانون. حنا ماشي ضد العرق هذا. حنا ضد حنا مع الاصلاح. ولكن صاحبي بمعنى انك تديروا معنا هذا التبادل ما كاينش. مازال بغيتو تشريو من عندنا واه. اما باش تعطيونا بارتمان فيها 50 متر وحنا عندنا 220 متر ما كايناش. فهمتي؟ ما رضيناش بها. فهمتي؟ انا كنهضر نيابه على هاد الناس كاملين اللي عندهم 220 و150 و100 متر. ما رادينش بهاد القرار اللي خرج. ما رضيناش به. فهمتي؟ اولا كتقول لي مثلا غيولي افراغ من بعد غتخرجوا بالقوه. ما كايناش. ديروا معنا قانون، ديروا معنا حل وحنا معاكم. داكشي اللي درتو ورضيتو به راه حنا غنرضاو به. انا من الساكنه ديال هاد الدوار هذا وداز الاحصاء مؤخرا وكيقولوا هاد الناس بانهم غادي تعطي 10 المليون وغادي يعطيك بارتمان فيها 48. كيف يعقل ان الساكنه كاين اللي عنده 500 انا عندي 220 باش غادي يجي واحد يقول لك تعطي 10 وغادي تاخذي بارتمان فيها 48؟ كيف يعقل؟ هاد الناس تفاوضوا معاهم يا خلصوا لهم الارض عطيهم واحد الثمن ريزونابل كي قال سيدنا الله ينصرو يا خليو لهم لابارتمون ديالهم الارض ديالهم وتجي الخبره وتعاين المكان وتعطيهم سواء تخلصهم سواء تعطيهم يبنيو. حنا ماشي ضد المصلحه العامه، ما عمرنا كنا ضد المصلحه العامه. مرحبا، ولكن ما تضيعنيش وما تفرضش عليا فين غادي نسكن. ماشي انا ولادي كيقرا شي كيقرا في كازا شي كيقرا في محمديه وتجي حتى تقول لي غادي تسكني في ولاد صالح. هادشي ماشي معقول. ويتفاوضوا مع الناس وريحوا مع الناس ويشوفوا الناس ديال الكوميرس. راه كاين اللي معيش عائله من هنايا، كاين اللي معيش وليدات وكاين اللي كيقري وليداته هنايا. راه ما يمكنش غادي تجي انت وتقول لي غنعطيك واحد 50 متر وتعطي 10 من الفوق. اصلا هاد لابارتمون شحال طايحه؟ راه هاد لابارتمون ما طيحش حتى ب 14 مليون. يعني هاد الناس اللي غيتفاوضوا معنا انا نعطي 10 وانت بحال عطيتيني 14 ما عطيتينيش 14، بحال عطيتيني غير 4 المليون. الضحى كلها بشحال طالعه؟ هاد الناس كونتر وتجي الخبره ومرحبا. داكشي اللي قالوا اللي قال القانون هو اللي كاين. غير باش انا نمشي نسكن في كونت اخر ما يفرضش عليا هو فين غنسكن انا. يجيو تفاوضوا معنا سواء يعطيونا الثمن ديال الارض سواء يخليونا نبنيو في الارض ديالنا او لا يعطونا بوقع. الناس راه عندهم عائلات وعندهم وليدات، في عوض ما غادي تعطي لهذا السيد تعطيه 50 متر ولا 48 متر، اعطيه بقعه فيها 50 ولا 60 متر وخليه يطلع راسه.